افتتحت سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة ورشة عمل نقاط الاتصال الوطنية للبرامج المشتركة مع منظمة الصحة العالمية، ويأتي عقد هذه الورشة لتعريف ضباط الاتصال بأدوارهم وآلية عملهم، وذلك لضمان تنسيق العمل المشترك مع المنظمة بهدف تحقيق نتائج صحية التي تتماشى مع الأولويات والاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية والالتزامات الإقليمية والعالمية وبرنامج العمل العام للمنظمة وأهداف التنمية المستدامة. وثمنت وزيرة الصحة في كلمتها الافتتاحية الجهود التي تبذل من جميع القطاعات في المجال الصحي من أجل تطوير المنظومة الصحية الوطنية لضمان جودتها وتحقيق استدامتها وقدرتها على الاستجابة في مختلف الظروف والتحديات. ومن جانبها قالت الدكتورة تسنيم عطاطرة ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بمملكة البحرين إن آلية العمل تعتمد على العمل المشترك مع كافة القطاعات والجهات المختصة والمؤسسات الأممية لدمج الصحة في كافة السياسات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذا واستعرضت الدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة دور المنظمة الصحية في إطار الضمان الصحي ودليل العمل الذي يجب أن ينجز بكل مهنية وحرفية لضمان سير عمل الآلية المرجوة، وتطرقت كذلك إلى دور ومسؤوليات نقاط الاتصال الوطنية. ننظم هذه الورشة اليوم للعمل سوية مع كافة الشركاء وممثلين للدوائر المختلفة والمؤسسات المختلفة تحت مظلة وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية المختلفة نحو التخطيط لأهم الأنشطة الثنائية التي سوف نعمل عليها كمنظمة صحة عالمية نحو صحة أفضل للجميع وبالجميع. وهذه الخطة ستأخذ بعين الاعتبار أولويات المملكة وأيضاً خطة العمل المشتركة للمؤسسات الأممية التي تعنى بكيفية العمل سوية من أجل الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة. هذه الورشة بنكون احنا مشاركين لتوضيح جميع الأنظمة التي تخص البرامج المشتركة بين مملكة البحرين والمنظمة والمهام والواجبات التي تسند إلى ضباط الاتصال، لأنهم هم سفراء لمملكة البحرين، فحضورهم ومشاركتهم في المحافل الدولية والإقليمية واجب علينا أن نوضح لهم كل هذه الأمور.